صباح الخير على كل أوفياء الإذاعة القريبة منكم ميد غاديو. يوم جمعة مبارك إن شاء الله كنتمنوه للجميع. مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة اليوم من برنامجكم صحة وسلامة، وكعادة كل يوم جمعة أكيد كل الأوفياء ولو كيعرفوه لأنه موعدنا كيكون رفقة الأستاذ محمد الحليمي أخصائي في التغذية الصحية والحمية العلاجية، باش اليوم معاه غادي يكون موضوعنا على الشيخوخة وعلاقتها بالتغذية بطبيعة الحال. غادي نعرفوا واش كاين أغذية اللي ربما كتلعب دور في تأخير الشيخوخة وكاين العكس. فمجموعة من التساؤلات اللي عندها علاقة بالموضوع غادي نجاوبوا عليها في الحلقة ديال اليوم رفقة الأستاذ محمد الحليمي. مرحبا بتواصلكم معنا على 05 22 46 72 50 51 أو 52. كيمكن لكم كذلك تواصلوا معنا عن طريق الرقم 5080، كتبوا فقط كلمة صحة SAHA، خليوا فراغ صغير وبعتوا بالسؤال ديالكم في رسالة قصيرة SMS للرقم 5080. أستاذ الحليمي ومعنا على الخط، فصباح الخير ويوم جمعة مبارك إن شاء الله أستاذ الحليمي. تحية لك أختي عفاف وتحية لفريق العمل وتحية المستمعين الكرام وصباح الصحة والسلامة للجميع إن شاء الله. اهلا وسهلا. اليوم الموضوع ديالنا على الشيخوخه وعلاقتها بالتغذيه بطبيعه الحال. ما نساوش انه البارح استاذ الحليمي وحنا كنتكلموا بطبيعه الحال وفي برنامج صحه وسلامه كنا خصصنا الحلقه رفقه الدكتور مصطفى الودغيري لطبيعه الحال المشاكل الصحيه اللي كيعيشوها الناس المسنين، بما انه فاتح اكتوبر هو كيصادف اليوم العالمي للشخص المسن. فاليوم استاذ الحليمي كاخصائيين كيفاش كتعرفوا الشيخوخه؟ نعم، اولا الله سبحانه وتعالى كيقول بسم الله الرحمن الرحيم، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. أكيد أن الإنسان في واحد المرحلة من مراحل الحياة ديالو غادي يوصل للشيخوخة، يعني هذه يعني ماشي واحد ديفو في الانسان ولا هذه دي مرحله من مراحل الحياه وسنه استمرار الحياه، والا ما غاديش يكون الانسان كيدوز في الدور ديال الحياه ديالو. المشكل شنو هو؟ المشكل هو اننا نحن سجناء ديال الافكار، يعني بعض الافكار اللي هي وصلتنا لهذه المرحله خاص الانسان يعيشها، والدليل هو ان الانبياء والرسل حتى هما مروا بهذه المرحله هذه، ما غاديش نكونوا احسن منهم. الله سبحانه وتعالى أعطى الأنبياء والرسل تهما أعطاهم هذه المرحلة أنهم يدوزوا بها. إحنا للأسف استوردنا أفكار، وللأسف وأنا شخصيا ما يحز في القلب ديالي أنا كمغربي كعربي كمسلم هو أننا قلدنا الغرب في ما يسمى اللي كنسميها أنا مقبرات الحياة، ما يسمى بدور العجزة. الله إحنا المغرب وصلتنا هذه الثقافة هذه، مع العلم أن المسلم هذه الثقافة ما عندوش، ولينا كندخلوا في هذه الاشياء هذه. الوغ لما نتحدث عن الشيخوخه الا بغينا نلخصوها، هي اللي كيعيشها الانسان اليوم هي شيخوخه الخليه. انا لا اتحدث عن الشيخوخه في العمر البيولوجي، اتحدثنا عن الشيخوخه في نهايه الصلاحيه قبل الاول، لان احنا الشيخوخه اللي كنعيشوا فيها الان ما هي الا نهايه الصلاحيه ديال الخليه ديالنا قبل الاوان، ونحن من نتحكم فيها. وكنا هضرنا على هذه الاشياء هذه لان احنا ما عندناش مشكل في لاجان، عندنا مشكل في لاكسبرسيون ديال لاجان، يعني التعبير ديال لاجان. وبالتالي احنا في الجسم ديالنا قلنا دائما كنلخصوه بهذه البساطه باش الناس يفهموه، ما هو الا خليه زائد دم زائد جهاز لمفاوي. الوغ الدم باش كيوصلنا الاكسجين وكيوصلنا السكر، باش الخليه كيوصلها الكربون وكيولها أصلها الأكسجين، كتخرج السموم ديالها ومنه ثاني أكسيد الكربون. هذه خلية عادية وسط منها كاين الخبر الوراثي. شوف التسمية ديالو تسمية دقيقة، ماشي النبأ الوراثي، سمية بالخبر لأن الفرق بين الخبر والنبأ، النبأ دغيا كي يعني دغيا كيمشي، أما الخبر كيبقى. ألوغ سمية بالخبر الوراثي. وسط هذا الخبر الوراثي كاين ألوغ في وسط الخلية كاين الأد دي إن، وهنا تدور الحلقة كاملة على الشيخوخة، ومن هنا غادي ننطلقوا من الجسم ديالنا. الوغ الجسم ديالنا ما نشوفوش كجسم كامل، يعني ماشي في المعاملة ديالو غير في الحلقة ديال كيفاش نتعاملوا مع الشيخوخة. هو خلية، الوغ العضو هو خلايا، الجسم هو أعضاء، وبالتالي في نهاية المطاف هو الجسم هو خلية. والجميل في الأمر هو أن هذه الخلية عندها ذاكرة، عندها ساعة بيولوجية تفكر كما يفكر الإنسان بواحد الطريقة رائعة جدا. وبالتالي الجسم ديالنا مبني على عمليتين، عملية البناء وعملية الهدم، ما يسمى بلانابوليزم والكاتابوليزم، معناته أن الجسم كيبني وكيهدم. إذا كان توازن بين البناء وهذا الهدم
كيكون هناك جسم كيمشي في المسار البيولوجي ديالو، ما كتكونش هناك ما يسمى بين قوسين بالشيخوخه المبكره. وكنشوف انا للاسف بعد نقول سنة ولينا سجناء ديال افكار حميه لمقاومه الشيخوخه وهاد الاغذيه لمقاومه الشيخوخه. الشيخوخه تقاوم بواحد نمط العيش، بواحد النظام غذائي، بواحد النمط يكون نمط اللي هو نمط عادي. قلنا الجسم ديالنا هو هدم وبناء، ولكن ملي كتبغي تبني خاصك وسائل، خاصك ناس اللي غيبنيو، وخاصك الادوات اللي غتبنيهم، وخاصك المواد الاوليه. ما يمكنش تبني واحد السور الا ما عندكش البريك وما عندكش السيما وما عندكش البناي. الوغ الجسم ديالنا خاص اللي غيبني وخاص المهندس، والله سبحانه وتعالى هو المهندس، يعني كنكونوا تهنينا من هذه الاشياء لان الله سبحانه وتعالى هو من يتكفل بالانسان كامل. وخاصك مواد البناء، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الوغ الرعيه ديالنا حنا هي الخليه. الوغ الخليه باش تبني راسها شنو خاصها؟ خاصها مواد اللي صالحه لها باش تبني بها، ماشي سكريات، دهنيات، مواد اللي هي معادن ثقيله، بلاستيك. هذه ماشي الاشياء اللي كتبني بها الخليه، ماشي هو هذا النمط اللي ولينا كيعيشوا فيه. الخليه كتبني راسها بروتينات اللي هي بروتينات نباتيه. الوغ ملي كنجيو نقولوا بروتينات حيوانيه وحديد اصل حيواني واصل نباتي، معروف شكون ممول هذه الدراسات هذه. الوغ النبات فيه كل شيء، اقول النبات فيه كل شيء، والناس المختصين كيهضروا على الفاكتور ليميتون، ما كاينش الفاكتور ليميتون، النبات فيه كل شيء. علاش هاد الدراسات مشات؟ باش ان الانسان يستهلك هاد المصادر الحيوانيه، ومعروف هاد الاشياء ملي كتجي. الوغ قلنا الجسم هو بناء وهدم. الوغ الا كان عندك هدم اكثر من البناء اكيد غتوصل للشيخوخه، غتوصل للشيخوخه مبكره. وهادشي كنلاحظوا لحسن الحظ ان الدول العربيه مازال ما وصلناش لهاد الاشياء هاد بواحد السرعه كبيره، ولكن غاديين في هذا الاتجاه هذا، وغادي يكون اشياء اللي هي خطيره الانسان اللي ما داركش الموقف. في اوروبا كنلاحظوا الانسان الى حاول يستيمي، يحاول غير يخمن السن ديال واحد الشخص حداه، راه ممكن تعطيه من الربعينات الفوق، مع العلم ان السن ديالو صغير جدا. هادشي اللي راجع ليبيجينيتيك، راجع ذاك نمط العيش ديالو. الوغ ملي كيكون عندنا هدم اكثر من بناء، علاش ما كيكون عندنا هدم اكثر من بناء؟ لان البناء كيحتاج املاح معدنيه، كيحتاج فيتامينات، كيحتاج انزيمات، كيحتاج طاقه نظيفه. كل الخلايا وفي ظروف عاديه تتجدد الا باستثناء، وهذه نعمه من نعم الله سبحانه وتعالى، باستثناء خلايا الذاكره. كل 7 سنين، اقول كل 7 سنين الجسم يجدد نفسه 100%، الا بغينا نقولوا 95% كيبقى 5% بالنسبه لخلايا الذاكره. الوغ 7 سنوات الجسم يجدد نفسه كله الا خلايا الذاكره، ومن نعم الله. علاش؟ لان سينو غتكون عندنا الذاكره كل 7 سنين غادي نساو بزاف، كل اشياء غادي نساوها، وهذه من نعمه الله سبحانه وتعالى ان اعطانا خلايا الذاكره ما كتجددش. سينو غادي كل 7 سنين خاصنا ذاكره جديده، وخاصنا نعاودوا نقراو، وخاصنا نعاودوا نديروا. الوغ شوف نعم الله سبحانه وتعالى، ان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. الوغ من ما عدا خلايا الذاكره كل الجسم يتجدد في 7 سنوات، وهذه فرصه لاي واحد، انا كنقول لاي واحد، باش انه يرجع للتوازن ديالو. كاين عمليه اخرى تسمى الابوبتوز او لا انتحار الخلايا، وهذه مساله عاديه جدا. وكما كانش هذا الابوبتوز كرة اي واحد فينا عنده خلايا سرطانيه، وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. الوغ شوف شحال من نعم الله سبحانه وتعالى عطاها لنا. الوغ حنا ما بقاوش سجناء ديال هذه الافكار، الشيخوخه واستعمال المواد وبعض الاشياء، انا كنقول اشياء بسيطه غادي نشوفها اليوم. الوغ ما ننساوش دائما نحن الان في هذه المرحله نحن بين جيلين، واخا ما خاصوش يكون عندنا هاد العقد وهاد الامراض. خاص الافكار ديالنا تكون محرمه من الايديولوجيات الصناعيه والايديولوجيات ديال المنتج، ويكون عندنا حنا نكون مستهلك حر. هادشي اللي بغينا حنا نوصلوا للناس، اننا نكونوا مستهلكين احرار، ناخذوا داكشي اللي بغينا، ما نكونوش راهينين المواد المصنعه وهاد الاشياء. الوغ الشيخوخه المبكره ما هي الا مطبعه لتصرفاتك اللي درتيها مده. الوغ ممكن اننا نرجعوا الجسم ديالنا للنشاط ديالو. وللاسف الناس كيوصلوا ل 40 سنه كيقول لك انا صافي شرفت، هذا المصطلح كنسمعوه، مع العلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي في سن 40 سنه حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنه. الوغ عاد بدا، عاد كتبدا ديك الحكمه، عاد كيبدا ديك التوجيهات. للاسف هذا الشيء ماشي غير الشخص في حد ذاته مسؤول عليه، حتى المجتمع مسؤول عليه، حتى المسؤولين مسؤولين على هذه الاشياء هذه، لاننا نقصي بالنسبه كبيره لذاك لي كومبيتونس ولا ذاك القدرات اللي راكمها الشخص
اللي دوز واحد المده في واحد البوست اللي هو عطى فيه الشيء الكثير. بالعكس خاصنا نستافدوا منه واخا هو في المنزل ديالو ونعطيهم فرص، ما احنا كنديوهم لمقبره الاحياء اللي هي دور العجزه واللي ولا هاد الاشياء. عفاكم خليونا من هاد الاشياء، خليونا في ذاك الثقافه المغربيه. وبالتغذيه اقول واكرر وغادي نشوفوا اليوم بالتدقيق يعني التام، التغذيه ممكن انها توصلك للشيخوخه وممكن انها تخليك توصل في العمر البيولوجي ديالك، لان عندنا حنايا واحد العمر يسمى العمر البيولوجي اللي هو السن اللي كنعيشوا فيه. وما ننساوش نزيدوا 9 شهور، لان الناس كينساو 9 شهور ديال البطن ديال الام ديالهم حتى هي داخله في السن البيولوجي. زائد عندنا ما يسمى بلاج ميتابوليك او العمر الاستقلابي ديال الجسم ديالنا. الوغ هذا لاج ميتابوليك هو المشكل اللي عند الناس دابا، هو اللي كيزيدوا فيه الناس بزاف. كاين اللي زاد 20 سنه، كاين اللي زاد 15 سنه. الوغ هذه كامله كتضيعها من القدرات ديالك باش فقط بنمط العيش ديالك. الكل مستمعي الكرام اللي بغاو يتواصلوا معنا على 05 22 46 72 50 51 او 52، مرحبا بكل اسئلتكم. غادي نبقاو مع فاصل اعلاني وراجعين مباشره، فخليكم معنا. ورجعنا على ميد غاديو، دائما الاذاعه القريبه منكم وبرنامجكم صحه وسلامه. اليوم موعدنا مع الاستاذ محمد الحليمي، اخصائي في التغذيه الصحيه والحميه العلاجيه، فمرحبا بتواصلكم معنا دائما 05 22 46 72 50 51 او 52. في مكالمه معنا غيتا على الخط من مدينه مراكش. اهلا بك غيتا. صحيح. اهلا وسهلا، صباح النور. عايز مبروك على خرجت متاخر شي شويه. اهلا وعليكم. صباح الخير دكتور حليمي. شكرا. سلام لاله. الله يخليك دكتور، انا عندي سؤالين متعلق بالتغذيه. تفضل. الله يخليك، حيت انا دابا يلا ولدت هذا 3 موا كنرضع. نعم. وزدت الوزن بزاف ودابا بغيت ندير شي ريجيم ولا شي حاجه، ولكن خفت الحليب يقل لي. نعم. شحال زدتي في الوزن عافاك؟ دابا تقريبا 60 كيلو ما بين الحمالة ومورا الولادة. داكوغ. يعني شحال ولا الوزن ديالك دابا غيتا؟ دابا تقريبا كان فيا 75، دابا راه فيا شي 86. 86. نعم. واخا. ودابا بغيت ندير ريجيم وخفت لي يقل لي الحليب. وشحال في العمر ديالك غيتا؟ دابا 30. واخا. نجاوبوا على السؤال ديالك ان شاء الله والحمد لله على سلامتك يا غيتا. شكرا لك. شكرا تواصلتي معنا من مدينه مراكش. اذا استاذ الحليمي، دائما كتشير على انه يعني المراه الحامل والام المرضعه كاين خصوصيه في بعض الاشياء، يعني ماشي في كل شيء، في بعض الاشياء فكاينه واحد الخصوصيه. من بين الامور اللي ربما بزاف ديال السيدات كنقولوا كيهزوا لها الهم هو المساله ديال زياده الوزن في الفتره ديال الحمل وكذلك حتى في الفتره ديال الرضاعه. هذا الامر استاذ الحليمي واش عنده علاقه فقط بالهرمونات او النظام الغذائي كذلك ديال المراه اللي ربما كيتبدل في هذه الفتره هذه؟ نعم، هو للاستئناس. اولا الدراسات الحديثه كتقول، وهذا الشيء قلناه مرارا وتكرارا، ان الام نفس الام مي كتولد الذكر مي كتولد الانثى الحليب يتغير تماما. يعني داك لا كومبوزيسيون، داك التركيبه ديال الحليب تتغير مي كيكون الذكر وتتغير مي كيكون الانثى تماما. والقران الكريم كيقول وليس الذكر كالانثى، يعني حتى في الكومبوزيسيون ديالو. علاش؟ لان في ذاك النمو ديال الطفل الجهاز العصبي ديال الذكر ليس هو الجهاز العصبي ديال الانثى، والله سبحانه وتعالى عطانا واحد لادابتاسيون واحد التكيف رائع جدا. انا تنقول مستحيل المختبر الوغ المختبر شنو غيدير؟ انا سؤالي المطروح شنو غيديروا المختبرات في هذه الحاله هذه، وخليو السؤال مفتوح. الوغ بالنسبه للاخت، اولا زياده الوزن من بدايه الحمل الى نهايتها، انا كنقل في الظن ان الامهات يفكروا كما كتكون عندهم استراتيجيه انهم انجاب الاطفال، نفكر انني يكون عندي وزن جيد قبل الحمل ونوطي هذاك الوزن ديالي قبل الحمل نقيدو عندي، ومن بعد الحمل نشوف شحال زاد. الوغ كيتزاد الامهات كيتزادوا يعني الوزن الفيزيولوجي 10 كيلوغرام 12 كيلوغرام، ولكن الله سبحانه وتعالى عطاك وسائل باش تنقص من هذا الوزن، وسائل طبيعيه، وسائل في الجسم ديالك، وسائل دايوغ استسمح هي اللي كديرها الحيوانات كامله. الوغ الحيوانات كامله، انا كنقول اصعب ولاده في الكون هي الولاده الكائن البشري، اما الحيوانات كلها كتولد بولاده عاديه، ولاده سهله جدا. واخا علاش؟ لاعتبارات غذائيه واشياء اللي هي اشياء كل شيء كيعرفها. الوغ النقطة المهمة هي أنها ما تركز حتى على شي حمية في هذه المرحلة هذه. واخا علاش؟ لأن عندنا هرمون الشهية الليبتين والجريلين، وعندنا هرمون البرولاكتين. هرمون البرولاكتين هو اللي كيتحكم في الإنتاج الحليب،
ومي كندخلوا الجسم ديالنا في بعض الحميات اللي هي حميات المواقع الالكترونيه او ما يسمى بحميات اليويو، هذه كلها 200 300 حميه 400 حميه كلها حميات اليويو، معناته انك الوزن ملي غتنقص الوزن كترجع الوزن اكثر من هذا الوزن هذايا. علاش؟ لان بحكم انك عندك سموم في الجسم ديالك، لان كلشي كيعتقد ان السمنه زياده في الدهون، مع العلم ان الدهون اللي تزادت هي الدهون وقايه للجسم ديالنا من داك السموم اللي عندنا في وسط الجسم ديالنا، وبالتالي باش نقص الوزن خصني نحيد السموم، عاد نفكر انني نقص المواد الدهنيه. واخا بالنسبه قلت انا الاخت ما تفكرش انها دير شي حميه، ودايوغ ماشي غير من بعد، ما كاينش حميات، هاد الحميات اللي كاينين دابا كاين نظام غذائي طبيعي اللي ممكن الانسان يعيش عليه مده اللي هي مده طويله ويرجع الجسم ديالو المسار البيولوجي ديالو، اكيد ما غاديش يكون مشكل. نعم نمشيو هاد المره نتواصلوا كذلك مع سعيد على الخط معنا. صباح الخير سعيده. وعليكم السلام. اهلا وسهلا بك سعيده. الله يخلي الله يجازيك بخير لله، وجمعه مباركه، والسلام عليكم الدكتور الحليمي، والله يخليك لينا والله يطول لينا في عمرك ويكثر الانسان في الاسلام. شكرا. الله يجزيك بخير سيدي. عندي واحد السؤال بالنسبه للوالده ديالي، كانت من 2012 كان جا هذاك ليباتيت سي وعندها ودارت واحد العلاج ديال 6 شهور والحمد لله يعني ولات بخير وداك الشيء، يعني حتى هذه الايام ورجعت الماكله ديالها عاديه. هذه الايام دارت تحاليل لقيناها ديك الترانزامينال طالعه يعني شويه 28. بغيت نعرف الله يجازيك بخير واش 28 هو قال لها الطبيب راه طلعت شويه. بغيت نعرف الله يجازيك بخير واش هاد 28 واش هو نورمال ولا طلع شويه، وبالنسبه للزعتر فتاي والى كتشرب الزعتر فتاي واش حتى هو كيساعد على ارتفاع هاد الشيء هاد الترانزامينال؟ كتاخذوا يوميا؟ كتاخذ يوميا، وانا ملي سمعتك كتقول دكتور بان ججلان في الخبز والنافع وداك الشيء انه توا شويه الا كثرنا منه غادي تطلع لينا التحليله، ما خليتهاش تشربو، ما خليتهاش تاكل الخبز، وكنقول لها الزعتر شربيه نهاريه ونهار لا. نعم. وبغيت نعرف زعما التغذيه ديالها كي غتكون، الله يجازيك بخير. واخا شكرا لك سعيده، تواصلتي معنا ونجاوبوا ان شاء الله على السؤال ديالك. غادي نمشيو للاس ام اس معنا اذا سمحتي استاذ الحليم، لانه في الموضوع نجاوبوا عليه هو ديال سميه. سميه قالت انا في العمر ديالي 21 سنه عندي مشكل ديال الحساسيه، هذا هو التشخيص اللي قالوا لي الاخصائيين في الامراض الجلديه، ودابا المشكل اللي عنده استاذ الحليمي على انه قالت عندها كل تقريبا في كل شهر ونص كتحس على انه بحال يعني الجلده ديالها كتغير، يعني الوجه ديالها كيتقشر، اليدين ديالها كيتقشروا، الرجلين ديالها، قالت لدرجه انها الوقت اللي كتفيق كتلقى ديك القشره فوق الفراش. فدابا كتسولك واش هذا الشيء حتى هو عنده علاقه بالتغذيه، وشنو هو الاكل اللي يقدر يساعدها؟ قالت خصوصا انه دابا الوجه ديالها فعلا اللي كيشوفها كيعطيها اكثر من 21 سنه بزاف. نعم، هنا غادي نحلوا واحد القوس، لابد اننا نحلوا القوس في هذه الحلقه ديال اليوم، لان المواد اللي كياخذوها الامهات، انا كنقول دائما حنا واجب علينا نقولوا هذه الاشياء، والمستمع من حقه يعرف هذه الاشياء، احب من احب وكره من كره. لما نتحدث عن الكريمات، الناس اللي كيستعملوا الكريمات، شنو هو الكريم اللي كاينه دابا وهذا المستحضرات اللي كاينه دابا؟ انا بالنسبه للمنتج يصاوب واحد الكريم اللي هو مزيان ويحطه في السوق ما كاينش مشكل، البيع والشراء يعني حلال، ولكن خاصك تحط منتوج اللي هو يكون منتوج صحي، واخا؟ الوغ الكريم هو 70% ديال الماء زائد 25% ديال الزيت، غادي نهضروا على هذا الزيت، واخا؟ زائد 5% ديال لي كونسيرفاتور وديال لي زيميلسيفيون. علاش؟ لان الناس ملي كيشدوا الزيت مع الماء ما كيتخلطش، خاصك واحد الماده كتسمى ايميلسيفيون باش انه يخلطك الزيت مع الماء، لان كيمشي لذاك الماده الدهنيه وكيحاول يدير واحد الطبقه باش يخليه يتخلط مع الماء، هادو كيتسموا لي زيميلسيفيون، واخا؟ المنتج من مشى لزيت الزيتون والزيوت الاخرى اولا غاليه، ثانيا لقاوها بانها كتكحال، الامهات كيعرفوا بانهم الا داروا الزيت مثلا في الشعر ديالهم ولا شي حاجه هذه مين كتكحال معناتها ماده طبيعيه، بحال التفاحه مين كتحلها، بحال الخرشف مين كتقشرو، بحال البطاطا مين كتقشرها، هذه اوكسيداسيون. شنو دار المصنع؟ المصنع خلى هاد الزيوت مشى ما يعرف بالويل دو بارافين، والويل دو بارافين باش الناس يعرفوه
ماشي زيت نباتيه وماشي زيت حيوانيه، هي مينيرال. منين جايه السميه ديالها؟ بارافين، هو بترول غافيني، جاي من البترول. والبترول حنا كنعرفوه ماده، هي هاد البارافين هي نوتر، ما كتحللش بحال بحال البلاستيك. ودايوغ ملي يشوفوا الناس البارافينوم ليكيدوم او لا البترول، هاد 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 اي حاجه فيها هاد بارافين، اسماء كاملين عاده كتكون بارافينوم ليكيدوم، الوغ هذه كامله فيها الويل دو بارافين. والويل دو بارافين انسان مي كيديروا فوق، لان كاين الويل دو بارافين ولا السيليكون، هادشي اللي كاين. الوغ السيليكون ما هو الا داك الرمله، الرمله اللي كتكون في الارض، الرمله كيذوبوها بواحد الحراره اللي كتكون طالعه بزاف. الوغ السيليكون ولا البارافين، هادشي اللي كاين، ولا هاد لا بارافين، هادشي اللي كاين في الكريمات. الوغ شنو كيوقع؟ وهذا هو الخطير. شنو كيوقع؟ هاد الكريمات كدير واحد لاكوش كتسمى لوبريفيوند، كتخلي لابو ديالك ديما لان كتشد عندها الماء، واخا لان كيديروا حتى الجليسيرين باش كتشد عندها الماء، واحد 2-3% ديال الجليسيرين وهاد البارافين، كتقيس لابو ديالك كتلقاها ديما رطبه باش كتشد عندها الماء. شنو كيوقع؟ حنا في الجسم ديالنا عندنا انتاج واحد الماده سميتها السيبوم. هاد السيبوم هي الماده الدهنيه اللي عطاك الله سبحانه وتعالى في الجسم ديالك. مي كتبقى كثره استعمال هاد الكريمات كيبقى الجسم، لان انت حنا ديما عندنا الغيترو كونترول فيد باك، ديما الجسم كيقول كاين ولا ما كاينش، ما كاينش كيتفرز، كاين ما راه صافي. الوغ مي كتكون هذيك الماده الدهنيه فوق لابو ديالك، الجسم ما كيفرش السيبوم، وافورس انك تستعمل هاد الكريمات هادوما، الوغ ما كيبقاش هاد السيبوم، كيتحول اشاك فوا ما كديرش هاد الكريم، كيولي الجلد ديالك جاف، وبالتالي كتولي انت ماشي مستقل بذاتك على هاد الكريمات ولا هاد الكريمات هادوما، وبالتالي كتولي كتستعملو. كاينين الناس اللي كيوقفوا على هاد الكريمات وكيمشيو يستعملوا مواد طبيعيه، كيقول لك عندي جفاف في البشره. فعلا غادي يكون جفاف في البشره المده ديالو 3 أسابيع، خاصك تصبر هاد المده هادي، واخا باش الجسم ديالك كيولي، انا خاصك 3 أسابيع بالجسم ديالك يولي يفرز عاوتاني هاد السيبوم هذا اللي كيحتاجو الجسم ديالك. الوغ هاد الاخت اللي اتصلت اكيد غادي تكون استعملت هاد الكريمات، ومي كينوقفوا هاد ونعاودوا نداركوا الموقف خاصنا نصبروا شي شويه. الوغ انا كنقول ومن هاد المنبر هذا عفاكم راه، وفي الارض ايات للموقنين وفي انفسكم افلا تبصرون. راه بحالنا بحال الارض، النبته ما كنسقيولهاش الوريقات ديالها، النبته كنسقيوها العروق ديالها. الانسان كيتسقى من الامعاء ديالو، الانسان كياكل من الامعاء ديالو، لابو كتغذى من الامعاء ديالنا. الا غنديروا حلول ترقيعيه راه لابو غتبقى هكاك، واخا الا غادي نديروا حلول اللي هي جذريه راه خاص يكون التغذيه على مستوى الشعيرات. هي عندنا حنا في الجسم ديالنا بحال عندنا الشعيرات اللي فيلوزيتي في الامعاء بحال الجذور، الجذور اللي كاينه في النباتات. وبالتالي انا القاعده الذهبيه اللي غادي نقولها باش نسدوا هذا القوس، الا غدير شي حاجه فوق لابو ديالك الا قادر تاكلها ممكن ديرها، ما كاينش مشكل، لان لابو ديالك حتى هي كتاكل، لان حنا لابو عندنا من ضمن الاعضاء اللي كيتسموا لي زيمونكتوار، الوغ كيدخلوا وكيخرجوا. الوغ لي زيمونكتوار عندنا الكليه، عندنا لي بومون، عندنا الرئتين، عندنا الامعاء، هذو كيخرجوا لنا السموم. كذلك هاد العضو اللي كنلبسوه اللي هو اكبر عضو في الجسم ديالنا كنتهلاو فيه، باش كنتهلاو فيه؟ ما كنتهلاوش فيه بهاد المستحضرات هادو. وانا كنقول الانسان اللي عنده مستحضر جيد ويحترم الجسم ويحترم الانسان، ما كيشوفش، كيشوف الانسان ما كيشوفش في الكونت ديالو في الجيب ديالو، مرحبا ما كاينش مشكل، والناس ممكن يستعملوه. الوغ انا كنقول للاخت انها خاصها تعدل النظام الغذائي ديالها. الماء عفاكم ما كتشربوش الماء، والماء كيعطينا واحد، انا كنقول واحد سرعه وفاه الخلايا، وكيكون الهدم اكثر من البناء، وكيكون، لان كاين الناس اللي ما كيشربوش الماء كاع في مره، وهذا خطير جدا. والماء انا اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. ما تقولش انا علاش بداو عندي هاد الاشياء هادية، لانك انت بنمط العيش ديالك اللي خليتي الجسم ديالك انه يوصل لهذه المرحله. نمر هذه المره السؤال ديال سعيده كذلك استاذ الحليمي اللي يعني تواصلت معنا من مدينه الدار البيضاء بخصوص الام ديالها اللي كانت كتعاني من التهاب الكبد الفيروسي سي، ومن بعد دابا مؤخرا قالت هذه يعني باش عملوا لها يعني تحليلات لقاو على انه دوك الانزيمات ديال الكبد نوعا ما طالعه، هي عطات على انهم 28. فدابا كتسولك على ديك المساله ديال الزعتر اللي كانت كتاخذ في اتاي، واش حتى هو لعب دور وعطى هذه النتيجه في التحاليل؟
نعم هو ليباتيت ا بوسفير، ليباتيت بي، ليباتيت سي، كثره استعمال الادويه كلها، الادويه كلها كتعطينا، لان الكبد هو اللي كيخرج هذوك البقايا ديال الادويه. النباتات كلها، الاعشاب، انا نتحدث عن الاعشاب، الاعشاب كلها، لان احنا عندنا مشكل. انا قلت انا الخبز نديروا فيه إيلان ونديروا فيه حبه حلاوه ونديروا فيه النافع، الناس كانوا كيديروا واحد الحبيبات صغارين باش ينسموا، هادو مستحيل يطلعوا لك الالات والاساط ولا الجي بي تي والجي او تي، مستحيل يطلعوا. ولكن فاش كنكونوا كنستعملوا كوصفه عندنا مشكل في لابوزولوجي، لان الكميه الله سبحانه وتعالى ان كل شيء خلقناه بقدر. اذا كنت غادي تاخذ واحد الغذاء فيه واحد الماده، ولكن الا بغيتي تخرج الزيت الاساس خاصك تاخذ واحد الكميه كبيره من هذه الماده هذه. وبالتالي احنا المشكل ما عندناش مع النباتات والاعشاب، احنا عندنا مشكل مع لابوزولوجي، مع الكميه. انا كنقول الناس الخبز يديروا فيها زريعه كتان، يديروا فيها الايلان، يديروا فيها حبه حلاوه، يديروا فيها النافع كما كانوا كيديروا الناس هذه شحال، واحد الكميه اللي هي معقوله. مي فاش كندخلوا في الوصفه هنا كيولي مشكل. الوغ بالنسبه للاخت ضروري تراقب الالات والاساط، هذه الترونزاميناز ديال الام ديالها، واخا ودايوغ ماشي غير ليباتيت، حتى الناس اللي كياخذوا الخمر، حتى الناس اللي كياخذوا الفواكه بعد الاكل. الوغ كنا هضرنا على هذه الاشياء هذه، حتى هي كتعطينا سيغوز، كاين الناس اللي عندهم سيغوز ما عمرهم خذوا هذا الخمور وعندهم سيغوز بسبب الفواكه بعد الاكل. كاينين الناس اللي عندهم بعض الامراض هي قليله اللي كتعطينا هذه الامراض، هذه الاشياء هذه. ولكن العضو ديال الكبد واحد العضو رائع، واحد المختبر اللي كيقوم تقريبا ب 400 حتى 500 عمليه، عفاكم تهلاو في هذا العضو هذا، لانه عضو رائع جدا. هنا بالمناسبه كنهضروا على الوقايه والعلاج. بالنسبه للزعتر بواحد النسبه كبيره والاستعمال ديالو بواحد النسبه كبيره ممكن يطلعنا لي ترونزاميناز، اي نوع من الاعشاب ممكن يطلعنا لي ترونزاميناز اذا كانت واحد النسبه اللي هي كبيره. وناخذوا النسبه الالهيه، شنو هي النسبه الالهيه؟ هي النسبه اللي كاينه في النبات. لان ملي كناخذ فيتامين سي مثلا في واحد الغذاء، الا خديته في الغذاء كنكون خديت النسبه الالهيه وخديته مع فريق عمل ديالو ماشي بوحدو. اما الكائن البشري هو اللي خرج لنا فيتامين سي. دابا حنا مقبلين الحمد لله، كاين دابا الرمان فاكهه الاولى في الخريف، من موراها غادي يجي البرتقال، هاد المندرين جميع الانواع ديالو. الناس اللي بغاو ياخذوا هاد الفيتامين سي ماشي حتى يكون عندي مشكل في الزكام ولا هادي، خاصك تاخذها اتيتر بريفونتيف. الوغ خاصها تكون عندنا لا بريفونسيون بالنسبه باش يكون عندنا واحد الوقايه للجسم ديالنا من بعد، ماشي حتى يكون عندنا مشكل عاد نمشي انا ناخذ فيتامين سي. الوغ فيتامين سي كاين في جميع الاغذيه. بالنسبه للاخت ضروري انها تراقبها، قلنا هاد لي ترونزاميناز ديالها. وهاد الزعتر ما تكثرش منه بزاف، كميه بسيطه ممكن نسمو بها الشاي ديالنا ولا اي شراب من المشروبات. طبيعه الحال ماشي دائما. استاذ الحليمي غادي نمشيو هاد المره للاس ام اس من عند عبد الجبار. عبد الجبار قال انا واحد من الناس اللي عندي الفضول دائما، قال عنده بحال هوايه كيقرا التركيبه ديال اي ماده، حتى بالنسبه لمستحضرات التجميل ديال الزوجه ديالو كياخذهم وكيقرا شنو كاين. فكيسولك على انه الغريب لقى على انه كاين واحد المساله مشتركه، على انه دائما دوك المستحضرات ديال التجميل كيلقى من ضمن المكونات ديالهم فيتامين او. فكيسولك طبيعيا الا بغى مثلا ينصح الزوجه ديالو على انه ممكن يكون مصدر طبيعي، شنو هي الاغذيه اللي ينصح بها الزوجه ديالو انها تاكلهم؟ جيد. اولا ملي كنشوفوا فيتامينات الناس خصهم يعرفوا هاد الاشياء هادي. حنا قلنا حنا هنايا في هذا المنبر نقولوا داك الشيء اللي كاين، واخا ما الانسان ما كتكونش عندك قبعه تجاريه، ما كتكون كتنتمي حتى لشي واحد، كتكون حر في الافكار ديالك، وهذا كينص عليها الدستور المغربي وكينص عليها منظمات حقوقيه، اتفاقيه حقوق الانسان، كذا حق التعبير ومن حقنا نقولوا هاد الاشياء هادي. الوغ لما نتحدث عن هاد الفيتامينات، افمن يخلق كمن لا يخلق؟ فيتامين او، فيتامين ا، بيتا كاروتين، هاد اللوتين وهاد السبيرولين، هاد الاشياء اللي كاينه دابا ما نقولش انا، لان حنا لان المصنع كما كنقولوا بالدارجه ديالنا كيلعب على احتيالات قانونيه. كنسمعوا ماء طبيعي، الناس كيسحبوا راه المنبع طبيعي، هذا خطا. الوغ المصطلحات فيها واحد الحاجه اللي هي كبيره والانسان خصو يرد لها البال. جيد ان هذا الاخ اللي كيدير هذه الطريقه ثقافه قراءه الملصقات الغذائيه ما عندناش ابدا. كاين الناس اللي انا كيعاودوا لي الناس، بعض الناس وقعت لهم، كاين الناس اللي حتى كيستهلك واحد الماده عاد كيشوف تارك الصلاحيه كيلقاه كنقولوا حنا بالدارجه وافي، حتى كيستهلك ديك الماده عاد كيشوف في ذاك لومبالاج وكيشوف واحد عنده الوقت وحيت ما لقى ما يدير، مي الا لقى ما يدير هذاك لومبالاج ما غاديش نشوفوا فيه. عفاكم هذه الثقافه نحيدوها حنا من حنا، حنا عندنا اغذيه ديالنا ناخذوا اغذيه ديالنا. فيتامين او اللي كاين دابا
في المواد هو سانتيفيك، مصنع مخلق، ماشي مخلوق. لان فيتامين او في زيت الزيتون، فيتامين او في البيض البلدي، فيتامين او في مثلا في المكسرات، فيتامين او مخلوق من عند الله سبحانه وتعالى مع فريق عمل توكوفيرول. الوغ ملي كنهضروا على فيتامين او في اشياء اخرى، هي مخلقه سينتيفيك مصنع. ولو الله سبحانه وتعالى يقول هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. فيتامين او الا بغينا ناخذوها ناخذ كاينه في البيض البلدي، في البيض البلدي كاينه، في الدجاج البلدي كاينه، في زيت الزيتون كاينه، في المكسرات. وبالنسبه اقول واكرر بالنسبه الهيه، علاش؟ لان فيتامين ا وفيتامين دي وفيتامين او هادو فيتامينات دائبه في الدهون. مي كنقولوا دائبه في الدهون هي تخزن على مستوى الكبد، ويقدر يكون عندك مشكل كبير الا خديتي واحد النسبه كبيره. الامهات مثلا للمراه الحامل الا خدات مثلا، الناس كيقولوا خاصك تاخذ الحديد، خذ الكبده بزاف. الكبده بزاف فيها فيتامين ا، فيتامين ا كتعطينا بواحد النسبه كبيره، كتعطينا تشوهات مباشره على مستوى التكون الجيني. الوغ فيتامين ا كتعطينا تشوهات، وبالتالي فيتامين ا، فيتامين د، فيتامين او، بارفوا حتى فيتامين ك. الوغ هاد الفيتامينات كامله تخزن، ممكن تعطينا مشاكل كبيره. ومنها الفيتامين او، ماشي بحال فيتامين سي والفيتامينات الدائبه في الماء، الجسم كيتخلص منها، ما عدا فيتامين بي 12 اللي كي من حسن الحظ ان الجسم وخاصه الكبد يخزن فيتامين بي 12 ميم حتى 3 شهور. مي الفيتامينات جروب بي، فيتامين سي الجسم كيتخلص منه واخا تاخذ نسبه كبيره. فيتامينات ا دي او كا، هادو فيتامينات يخزنها الجسم، ممكن تعطينا مشاكل كبيره. فيتامين او اللي كاين في هاد المستحضرات ليس بفيتامين طبيعي، واخا هو فيتامين كنسميوه سينتيتيك، وهذا على غرار جميع المواد اللي كنلقاوها، الفيتامينات كامله. واخا لان ما يمكنش نخرجوا فيتامين من الطبيعه، هذه يعني تقنيه ما كايناش لحد الان. وبالتالي لا بغينا فيتامين او ناخذوا زيت الزيتون، مكسرات، دجاج بلدي، البيض البلدي. ودايوغ علاقه بالموضوع اليوم، البيض البلدي فيه واحد الماده سميتها الكولين، وهذه الماده الكولين هي اللي كتعطينا لاسيتيل كولين، ولاسيتيل كولين هو ناقل عصبي على مستوى الدماغ، بالاضافه الى فيتامين بي نفس حمض الفوليك، واحد الماده سميتها البيطايين. علاش سميتها البيطايين؟ يعني انا جايه من مشتقه من كلمه بيتراف، لان الناس كلشي كيعرفوا البيتراف. شنو الدور ديال هذه المواد هذه؟ هي الميتيلاسيون. بلا ما ندخلوا في التفاصيل، الوغ الميتيلاسيون هي اللي كتعطينا واحد الجروب كيتسمى سي اش 3 او جروب ميتيل، هو اللي كيتحكم لنا في ليبيجينيتيك. ولا كان عندك نقص في هذه الاشياء هذه غتكون عندك شيخوخه. يعني شوفوا الطبيعه شحال زوينه، شوفوا هاد المواد هذه شحال زوينه. يعني الطبيعه فيها فيتامين بي نفس، الطبيعه فيها الكولين، الطبيعه فيها البيطايين، هادو ما غير بوحدهم كافيين انهم يعطيونا واحد جروب كيتسمى جروب ميتيل. وانه كاينين بعض لي جين ما يفيقوش، لي جين ديال السرطان ولي جين ديال عديد امراض ما يفيقوش غير اذا كان عندك فيتامين بي 9 وهذا الكولين وهذا البيطايين. وهذا الشيء فين كاين؟ كاين في الطبيعه. داك الشيء اش كنقولوا للناس؟ وفي الارض ايات للموقنين وفي انفسكم افلا تبصرون. نعم. نمشوا هذه المره في مكالمه اخرى باش نتواصلوا مع عزيزه على الخط معنا. صباح الخير عزيزه. عزيزه صباح الخير. عزيزة ما كنسمعوكش للأسف، كاين مشكل في التواصل معاك. غنعتذر منك عزيزة، غادي نمشيو نتواصلوا مع سميرة على الخط معنا من مدينة مراكش. أهلا وسهلا بك سميرة. الله يبارك فيك أختي. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. أختي عسى لاباس عليك. الحمد لله سميرة. إذا أستاذ السلام عليكم. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الله يجازيك بخير أستاذ، كنشكرك بزاف على كاع المعلومات اللي كتقدم لنا، الله يجعلها في ميزان الحسنات. آمين يا رب. وجمعة مباركة يا ربي. الله يجازيك بخير استاذ، انا عندي نقص في الفيتامين تي. نعم. وبغيت نعرف الله يجازيك بخير شنو هي الاغذيه الطبيعيه الغنيه بهذا الفيتامين اللي ممكن ناخذ، واش هي الاغذيه اللي خاصني نبعد عليها، واش ضروري من استشاره الطبيب، واش عام ولا اختصاصي؟ وكذلك الله يعطيك الخير، واش الصوم ما ياثرش عليا؟ انا مالفه كنصوم الايام البيض والاثنين والخميس، واش ما ياثرش عليا الصوم ديالو؟ والله يرحم لكم الوالدين. سميره غير الا سمحتي، كيفاش عرفتي راه عندك نقص في الفيتامين دي؟ درت تحليلة اختي معايا، انا قريت على هذا الفيتامين. أيه. وانا اول شحال لقيتي؟ شحال لقيتي في التحليلة؟ 16.5 ولا نورمال كاينه ما بين 30 و 100. اييه واخا نجاوبوا على سؤالك. العفو، شكرا لك سميرة، تواصلتي معنا من مدينة مراكش، تفضل استاذ الحليمي. نعم، هو اولا فيتامين دي ماشي ما كنقلبوش على المصادر نيكيز، يعني كنشوف المصادر البيض وهاد بعض المصطلحات اللي هي كنسميوها ديما اشياء كلاسيكيه، جيد
جيد. هادو مصادر، الا كانت مصادر طبيعيه جيد. المشكل ما عندناش مع المصادر ديال فيتامين دي، المشكل عندنا مع الاعداء ديال فيتامين دي. يعني احنا شنو العدو ديال فيتامين دي؟ الاول هو الحضاره كلها. ملي كنقولوا الحضاره كنقولوا الانسان ما كياخذش اكسجين بشكل جيد. ما احنا ديما كنسمعوا المعلومات الكلاسيكيه، خرج للشمس ويكون دوك اليدين ديالك يكونوا معريين، وسير للبالكون ولا طلع للسطح ولا هاد الاشياء هذه ولا هذه حلول ترقيعيه. الناس اللي بغاو ياخذوا الفيتامين دي، انا قلت اولا يوقفوا الاعداء ديال الفيتامين دي. الا بغيت تاخذ فيتامين دي خاصك توقف الاعداء ديال الفيتامين دي. الوغ الفيتامين دي كاينه في الاغذيه وبنسبه كبيره وبنسبه للجسم ديالنا كياخذ حاجيات ديالو، غير هي كاينه النسبه اللي كيصنعها الجسم ديالنا من الاشعه فوق البنفسجيه، ماشي ضروري تعرض لاشعه الشمس مباشره. واخا غير الاشعه اليوترا فيولي، اشعه فوق البنفسجيه كيصنع، ولكن الجسم الفيتامين دي، ولكن بنسبه كبيره هو في الصباح بكري والفجر وليالي عشر. الصباح بكري الوغ الناس هنا بهذه المناسبه، الناس اللي بغاو يحافظوا على الجسم ديالهم، حنا المغاربه كنقول الناس كيقولوا فيق بكري بالذهب مشري، وفعلا لان ماشي غير حنا اللي قلنا، القران الكريم والفجر وليالي عشر كناخذوا فيتامين دي بنسبه عاليه، وكيلاحظوا الناس الشمس في الصباح بكري ممكن تشوف فيها بعينك واحد المده، مي فاش كتوصل في مع 12 النهار ما تقدرش تشوف الشمس. الغروب ممكن تشوفه، ولكن الوغ الشروق والغروب شوف سبحان الله كتكون هو كاين الضوء، كاين الاشعه فوق البنفسجي، ولكن ماشي ديك الحده ديال الشمس. يعني هادشي اش كنقولوا حنا، انسان في الصباح بكري يفيق بكري والفجر وليالي عشر، والله سبحانه وتعالى والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، غاز الاوزون كيكون في الصباح الاوتخوا وكيكون فيتامين دي، كتكون زدتي، والاعمار بيد الله، ولكن كتكون زدتي واحد العمر للخلايا ديالك ما يتصورش الانسان قداش. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، وكاينه واحد الماده هو هرمون سميتو الميتالونيد. الوغ هذه الماده بروتينيه، هي غنيه بالكبريت وكتحتاج للزنك وكتحتاج للحديد. اولا كتمنع تاكسد، والناس اللي لان احنا عندنا مشكله ماشي في لابور، ماشي في الحاجيات، عندنا تاكسد الاش دي ال كوليسترول، ال دي ال كوليسترول، تمنع تاكسد الاش دي ال، ال دي ال يعني لو موفي لو بون يرجع موفي، الوغ اش دي ال، ال دي ال تعزز عمل القلب وتنظف الضربات ديال القلب. هذه الماده كيفرزها الجسم من 15 سنه ل 35 سنه، وكتنقص تقدر توصل حتى ل 50، كتنقص في 60 سنه. العلماء استعصى عليهم ان هاد الماده فين غيلقاوها؟ في المصدر الحيواني. مشاو قلبوا في المصدر النباتي، لقاوها في التين ولقاوها في الزيتون، ولكن النسبه داك البورسيون ايديال ديال هاد الماده هادي هي واحد من التين وسبعه من الزيتون. هادشي عفاكم راه ماشي مسلمين اللي داروا هادشي هذايا، واخا من بعد هادو يابانيين، من بعد هذه الدراسة أكدت هاد النسبة، هذه هاد النسبة الذهبية اللي ولات. على حنا في القرآن مذكور عندنا التين مرة واحدة، والتين والزيتون دايوغ هو النبات الوحيد اللي مسمي الله سبحانه وتعالى به صورة، والنبات الوحيد اللي مسمي به الله سبحانه وتعالى التين صورة، زائد الله سبحانه وتعالى الله العظيم لا يقسم إلا بالعظيم، والله سبحانه وتعالى كيقسم واو القسم، والتين والزيتون، وشوف الله سبحانه وتعالى، والتين والزيتون وطور السنين، يعني كاين السنين، وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. الوغ شوف كاين حسن التقويم وكاين السنين. الوغ هذا الميتالونيد هي ماده، شكون اللي كيعززها؟ كيعززها التين والزيتون. الوغ شوفوا الماده الطبيعيه، والله انا قلت الله العظيم لا يقسم الا بالعظيم، ما يمكنش الله سبحانه وتعالى يقسم بواحد الحاجه، انت كتشوف واحد الاستاذ ديالك قال لك دير واحد الواجب، واحد الشخص مثلا في الاداره قال لك دير شي حاجه، كتاخذ بعين الاعتبار 1000%، ولا تاخذ بعين الاعتبار الخالق ديالك اللي قال لك الواو والقسم والتين والزيتون وطور سنين. الوغ الناس اللي كياخذوا المواد الطبيعيه وخاصه التين والزيتون، هذا الميتالونيد كتزيد في العمر ديال الخلايا بواحد النسبه رائعه جدا، واحد النسبه خياليه جدا، زائد انها تعالج بعض انواع العقم. داكشي علاش الله سبحانه وتعالى لقد موراها كيجي لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. واخا الوغ هاد المواد هاد الطبيعه هادي اللي عطاتنا هاد المواد هادي الرائعه، هاد الاشياء هادي الوغ الناس خاصهم يردوا لها البال. الوغ فيتامين د فين كاينه؟
كاين نفس الزيتون والتين، حنا سالا المرحله ديال التين، ولكن كاينه دابا الشريحه. الو اي منزل في المنازل المغربيه خاصها تكون فيه الشريحه، علاش؟ لان حنا وصلنا دابا لزيت الزيتون، دابا راه كاينه بداو الناس بدات المرحله وفصل ديال زيت الزيتون. الو التين والزيتون غذاء راقي جدا، انا اتحدى اي واحد يجيب غذاء بحال الغذاء هذا، لان هذه وجبه الهيه، وجبه قرانيه. نعم نمشيو هضره من الاس ام اس من عند امين. استاذ الحليمي كيقول في العمر ديالي 27 سنه، وبغيت نعرف من استاذ الحليمي واش الناس اللي كتكون عندهم القشره في الشعر بزاف هذاك دليل على تجديد الخلايا؟ نعم، هو القشره، هو القشره في الشعر بزاف هذاك السيبوم، غير هو كيكون انتاج واحد النسبه اللي هي كبيره، الناس كيلاحظوا انهم كيدوشوا وكيديروا هاد الانواع ديال هاد لي شامبواني كاينين دابا، وهاد كيلاحظ ان الشعر ديالو كينشف في داك المرحله الاولى. نعم من بعد مباشره ملي كيخرج من الدوش كيلقى داك كما كنقولوا بالدارجه ديالنا الزغبه ديالو ناشفه والراس ديالو ناشف. علاش؟ لانك بداك الشامبو انت حيدتي هذاك السيبوم، خاص الجسم يتم انتاج هذاك السيبوم عاوتاني. الوغ القشره عندها اعتبارات بزاف، الوغ في التغذيه ديالك، في المواد الدهنيه اللي كتاخذ، زائد هذاك الشامبو اللي كتستعمل. انا بغيت علاقه بالشيخوخه اللي كنهضروا عليها، وبالمناسبه ديال 1 اكتوبر اللي كانت البارح اليوم العالمي للمسن، ومن هذا المنبر كنقولوا الناس عافاكم تهلاو في هذه الطاقه. احنا ماشي كنقولوها زعما، ماشي كنقولوها استعطافا، كنقولوها بكل ما تحمي الكلمه بالمعنى، راها طاقه فكريه، ربما تكون ماشي طاقه عضليه، ولكن طاقة فكرية كبيرة بزاف ما خاصناش نضيعوها. أنا كنقول الشيخوخة المبكرة ما هي إلا أكسدة في الجسم ديالنا. أنا نعطي غير مثال، أولا بعدا دابا كاينة لابيدياتري، الجينيكولوجي، الدغماتولوجي في الدول الأوروبية والعديد من الدول، هذه التخصصات كيمشيو لها الناس بزاف. لاجيرياتري اللي هي الاهتمام بالشيوخ قليل اللي كيمشي لها، ومعروف علاش، لان هذه هاد التخصصات الاخرى فيها اعتبارات ماديه جيد، غير هي الناس يمشيو عاوتاني شويه لاجيرياتري. علاش؟ لان باش نهتموا شويه بهاد الناس، لان غنوصلوا واحد الناس ما نلقاوش حتى المختصين اللي غيهتمونا. وهنا التحيه للاساتذه اللي هما مختصين في هذا المجال هذا، لانه كيتعاملوا مع المسن، ومي كيتعاملوا مع المسن كيكون واحد كنستافدوا، كنشوفوا راسنا ملي كتعمل في المنزل ديالك، كيكون عندك طفل وكيكون عندك مثلا جد، ملي كتشوف الطفل كتشوف المرحله اللي دوزتيها، ربما ما تاخذش الاهتمام بزاف، ولكن ملي كتشوف جد كتشوف المرحله اللي مقبل عليها. انا كان كيكون الانسان بينه وبين راسه كيدور افكار اللي هي افكار ممكن انها تحرك الدماغ ديالو. الوغ غير واحد لونزيم سميتو الاش تي ار ا 3، الوغ هاد المصطلحات هادي ماشي ضروري المستمعين يعقلوا عليها، هذا الى طلع كيعطينا لي غادي كوليبر، كيعطينا جذور حره، ومي كيعطينا جذور حره كيمشي كيديك غادي لنا واحد العنصر، واحد ليليمون اللي هو كلي كاين في المتقدرات في الميتوكوندري، ومي كيكون هاد لي زوزين، الوغ هاد المعامل ديال انتاج الطاقه في الخليه كتدمر، ومي كتدمر كتعطينا شيخوخه. هذه النقطه الاولى. النقطة الثانية اللي بغيت أنا نركز عليها واللي عندها علاقة بالجانب ديال الأنثوي، هو هاد لي غيد أو هاد التجاعيد اللي كلشي كيخاف منه. هاد التجاعيد ما هي إلا شيخوخة مبكرة ديال لابو ديالك. علاش؟ مسائل بسيطة جدا. عندنا في الجسم ديالنا ملي كيمشي الإنسان عنده مرض سكري كتقول له دير خزان ديال 3 شهور ليموغلوبين غليكي. علاش 3 شهور؟ لأن من نعمة الله أن الخلية ديال الدم تتجدد كل 3 شهور، داكشي علاش كنديروها في 3 شهور. ألوغ هاد الهيموغلوبين غليكي، علاش قلنا غليكي؟ لأن كاينة واحد العملية في الجسم ديالنا كتسمى الغليكاسيون نون أنزيماتيك. هاد الغليكاسيون شنو هي؟ ما هي إلا تفاعل ديال السكريات مع البروتينات على مستوى الجلد ديالنا. داك الإلاستين ما كتبقاش مزيان، واخا هذوك كتولي داك لي ديرم كيوليو ما كيبقاوش، كيوليو غيجيد، كيوليو قاصحين. الوغ مشكل في الالاستين، مشكل فاش في الكولاجين، وكيولي عندنا مشكل في هذاك اللي كتسمى الماطلا ديرميك. الماطلا ديرميك هي داك الجلد ديالنا، داك الطبقه ديال الجلد ديالنا. الوغ مي كتاخذ الحلويات بشكل كبير، مي كتاخذ الدهنيات بشكل كبير، كيكون عندك هاد الجليكاسيون، كيكون عندك هاد التجاعيد. الوغ هاد لي غيد كاين حلول ترقيعيه وهاد الاشياء اللي هاد التشكيل، هادشي العمليات التجميليه. انا كنقول هادي عمليات ترقيعيه، خاصنا نشوفوا الاصل قبل الانسان يوصل لهاد المرحله هادي. الوغ هاد لي غيد ما هما الا عمليات تخريبيه ديال الجذور الحره
ناتجه عن عمليه تسمى هاد الاشياء تسمى لي زالجي او، كيعرفوها الناس المختصين كيعرفوا لي زالجي او. لي زالجي او هما اللي كيعطيونا الجليكاسيون، هما اللي كيعطيونا هاد لي غيد. منين جايه؟ جايه من عمليات بسيطه اللي كيديرها الانسان، كثره السكر وكثره الحلويات وكثره الدهنيات وكثره هاد المواد اللي حنا ديما كنقولوا الناس بعدوا عليها. والخبز الابيض، الخبز كامل، زيت الزيتون، بيض بلدي، دجاج بلدي، اغذيه طبيعيه، الفواكه. الانسان كيكون عايش العمر البيولوجي مقاد مع العمر الاستقلابي ولا لاج ميتابوليك ديالو. نعم. طيب استاذ الحليمي، غادي نمشيو لاخر اس ام اس هذه المره، هو من عند معاذ اللي كيسولك علاش التجاعيد بالنسبه للرجال. هو قال كيتكلم على الحاله ديالو، هو قال مازال صغير وعنده مشكل على مستوى اليدين ديالو، يعني كلهم تجاعيد. قال انه الوجه ديالو مزيان ويعني كيشير للسن ديالو، ولكن اللي شاف اليدين ديالو كانهم ديال شي شخص اللي هو كبير بزاف في السن. نعم، هو بعد مره كنسمعوا هذا المصطلح، كنسمعوا المصطلح ديال وراثي، وكيطيح لك الشعر وراثي وعندك تجاعيد وراثي. عفاكم، حنا الوراثه ديالنا راه 5%، 95% كامله ايبيجينيتيك، معناتها هذوك لي جين عندك بنيتي، ولكن الصباغه ممكن دير صباغه حمراء، ممكن دير صباغه بيضاء، ممكن دير صباغه كيف ما بغيتي. هذاك الصور هو مبني، ولكن فوق منه ممكن اليوم تحيد صباغه خضراء ودير صباغه حمراء، ممكن اليوم تحيد اي صباغه ودير اي لون. الوغ احنا انت عندك الحيط هو لي جين، ولكن عندك لاكسبرسيون ديال لي جين. لاكسبرسيون ديال لي جين كتختلف، راه 90% حتى 95% كل واحد كيتحكم فيها، وهذه من نعمه الله سبحانه وتعالى. الوغ التجاعيد، قلت انايا التجاعيد في السن المبكر ما هو الا ترجمه واحد المطبعه ديال اش، لان الجلد ديالنا هو مطبعه ديال داك الشيء اللي كاين لداخل. واخا الوغ المطبعه ديال نمط العيش ديالك. انا كنقول عفاكم التفكر، التفكر كيعطينا العقد، والعقد في الدماغ ديالنا، ومن شر النفاثات في العقد. الوغ العقد خاصهم يكونوا مزيانين. الوغ الانسان خاصو التفكر. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم طلب الزياده في حاجه وحده في الحياه ديالو كامله، هي في العلم، وقل ربي زدني علما. ما طلبش في الفلوس وفي الاشياء هذه وهذه، طلب فقط في العلم. عفاكم العلم كيخلينا ديما انسان شاب، شاب فاش في الافكار ديالو، في القرارات ديالو، في كل شيء ديالو. الوغ التفكر، الجانب الديني، انسان يهتم بالجانب الديني بزاف. الوغ انسان الحركه، الوغ بالمناسبه الحركه كتحكمنا، غير الحركه بوحده كتحكمنا في الميتيلاسيون ديال 700 جين، 700 جين فقط الحركه. واخا الوغ الصلاه، الانسان يقرب شي شويه لله سبحانه وتعالى، الجانب الديني يشتغل عليه، النظام الغذائي ثم النظام الغذائي ثم النظام الغذائي. وفي الحديث بقيه، وتذكروا دائما ان الداء والدواء في الغذاء، والمرض وارد والشفاء مطلوب، والوقايه خير من العلاج. نحيدوا عفاكم هذا المرض، هذه العقده ديال الشيخوخه، بالعكس مرحله عاديه الانسان غيمر منها. نعم، شكرا لك، الف شكر الاستاذ محمد الحليمي، اخصائي في التغذيه الصحيه والحميه العلاجيه. واكيد ان شاء الله موعدنا معك غادي يكون بدايه من الاسبوع المقبل يوم الاثنين كيف العاده، مرتين في الاسبوع، كل يوم اثنين وكل يوم جمعه كيكون موعدنا رفقه الاستاذ محمد الحليمي. احنا وصلنا لنهايه حلقه اليوم، لكم اطيب ورق تحيه من عفاف ماجد، كانت معكم وراء الميكروفون صابر فوندا، رافقني في الاخراج وسميحه في استقبال مكالمتكم. يوم جمعه مبارك ان شاء الله، كنتمناه للجميع. الى اللقاء.